الفقره دي الضحك خسايره كتير. لا والله، ولو ضحكتي هتخسري. انا عايزه اضحك يا ستي. هعرض لك يعني كوميكس كده عليكي. أوكي. وريني مين اللي عملها كوميكس. شوفي. اوكي. ريم البارودي قلبي عندك يا سمية. ده من ناحية ايه؟ من ناحية زمان. اوكي تمام. مضحكتيش؟ شكرا يا روحي. مش قلتيلي هخسر؟ انا اللي هتعاقب. مش قلتيلي هخسر؟ انا مسكت نفسي. انا اللي ضحكت. مركزة اهو. مضحكتيش يعني؟ ها التانية. يلا. جمهور اليونايتد. شفتها دي لذيذة. ايه رأيك؟ لذيذة بس مش هضحك. والله؟ مش انتي هتخسريني؟ هنضحك. ضحكت ما قدرتش. طب بقول لك ايه؟ العقوبه حلوه قوي. يلا هتعملي ستوري على موبايلك. اوكي. هتقولي فيها ايه بقى؟ انا بالرويه ومحدش قدر عليا. ايه ده ايه ده؟ لا لا، جارتي دي نونا، دي جارتي حبيبه قلبي. لا انا عايزه سمية الخشاب ناديه الجندي ستايل. ما حدش يبقى زي ناديه الجندي. اكيد طبعا، دي نجمه يعني الجماهير، ما ينفعش حد كلنا يقلدها. كلنا بنحبها وبنموت فيها، بس يعني عايزه اشوف كده. كده يعني اعمل كده ستوري وانزله عندي يعني على الانستجرام ولا ايه؟ مش فاهم. ايوه ستوري يا سمية وهينزل يوم الحلقه، ايه المشكله؟ طب استنى. انا بالرويه ومحدش يقدر عليا. سلمني على البتنجان. اوعى الجمبري عضك. خلاص سيفتها بس دي هتنزل ستوري. كانت كويسه، كانت حلوه. نونا هي اللي تحكم بقى مش انا. وانتي عسل في كل حاجه حبيبه قلبي. اللي بعده، لما تبقى عارف انه لما يروح بيها البيت مش هيلاقي الطحال. هضحك على ايه؟ سخافه يعني. همي يضحك وهمي بكى. بالظبط. بس هتاخدي عقوبه. انت عندك عقوبه. انا؟ انت عندك عقوبه. اهون عليكي. لا انت حبيبتي. حبيب قلبي. حبيبتي. بصي عقوبه لطيفه، انا احنا عارفين انك بتحبي. ستي ما ضحكتش يا ست الكل. يا ستي خدي عقوبه. يا ست الناس ما ضحكتش. عشان خاطري خدي عقوبه. جامليني في عقوبه. والله العظيم انت عسل. فوتيني. جامليني في عقوبه يا ستي. يلا بصي، احنا عارفين انك بتحبي كريستيانو قوي. ايوه. قول لنا بقى مين لاعب كره قدم مصري بتحبيه ومعجبه بيه؟ لا مش حكايات بحبه. لا مش حب يعني، زي كريستيانو يعني من الناس التقال في اي نادي يعني. براحتك. الاهلي طبعا. انت اهلاويه قوي بقى. انا الاهلي حديد وانا قلبي حديد. دايما بقول كده. يا جامد انت. بصي الاهلي طبعا امجاده يعني على مستوى السنين والاجيال. هنقول اسامي كتير قوي يعني طبعا. بس انا بالنسبه لي طبعا كابتن مجدي عبد الغني والتاريخ العظيم بتاعه. خلاص. عصام الحضري يعني، عصام الحضري الثبات الانفعالي بقى والسرعه يعني، حارس مرمى حاجه ما في يعني، ما مش هيتكرر. اوكي. عندك بقى وائل جمعه بقى مثلا، اللي هو قلب الدفاع يعني، عارفه في حاجه اسمها مان تو مان، هو استاذ في اللعبه دي يعني، في المان تو مان بيعملها من غير فزلكه بصراحه. والجيل في اسامي دلوقتي كتير قوي يعني. ما هو الجيل دلوقتي يعني قفشه وشناوي الجيل دلوقتي كلهم كويسين، بس انا يعني بديكي علامات يعني. عموما الضحك ما خسركيش. ايه اللي تزعلي عليه؟ الحمد لله. بس